لكن أتمنى دائما أن الناس تأخذ الجانب الإيجابي في حياتها مهما صعبت الأمور الحياة، وكل التحديات اللي نواجهها إن شاء الله تزول على أمل الزوال. الله عز وجل موجود مهما صار في الدنيا، الله موجود. إذا دعاء، ذكر، استغفار بدل سبب، مو يعني انكماش وتحطم، وإن شاء الله كل إنسان يحقق سعادته وإيجابيته بإذن الله.